بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. كثير من أهل السودان تركوا السودان لأسباب كثيرة مختلفة، فذهبوا واستقروا في دول الجوار الإفريقي أو الجوار العربي أو حتى إلى بلاد أخرى، سواء كان أوروبا أو أمريكا الشمالية أو حتى آسيا البعيدة. فأينما كان أهل السودان أسسوا مدارس، هذه المدارس تعنى وتهتم بالتعليم وتربية الطلاب السودانيين في تلك الديار. طبعا ما كل السودانيين مهتمين وبيلزموا أبنائهم بالذهاب إلى تلك المدارس، لكن نقول الأغلبية تفعل ذلك، فهناك مدارس كثيرة موجودة في دول الجوار. وقفت على تجربة في جمهورية مصر العربية على وجه التحديد. طبعا نحن إلى الآن ما عارفين عدد السودانيين الأسر أو الأفراد المقيمين في جمهورية مصر العربية، يقال أن العدد قد تجاوز، يحسب بالملايين بحد أدنى، بالملايين يعني. أنا وقفت على تجربة لأحد المدارس أو المراكز التعليمية التربوية في منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وتحدثت إلى مؤسس ومدير ذلك المركز، فأدعوكم لأن نقف على هذه التجربة الرائدة. لكن لابد أن أشير أن في تلك المنطقة فقط يوجد حوالي 17 مركز، وأيضا نما إلى علمي أن هناك حوالي 140 مركز تعليمي أو تربوي يختص أو متخصص في الاحتناء وتعليم وتربية السودانيين. في تقديري ووفقا لما تملكت من معلومات ولزيارتي لهذا المركز والحديث مع المؤسسين فيه، هذا المركز يعتني بكل أبناء السودان من كل أنحاء السودان دون تفريق، ويحرص دوما على أن يدرس المنهج السوداني بعيدا عن أي تدخلات أيا كانت من أي جهة. هذا المركز هو مركز آفاق المستقبل التربوي الذي أسسه الدكتور إسماعيل عبد الهادي إمام، ومعه سلة من المدرسين السودانيين وإلى الآن يقفون عليه. أدعوكم لأن نشاهد مقاطع من المركز وإلى لقاء مع مؤسس المركز وأحد المدرسين والذين أيضا أسهموا في تأسيس هذا المركز، فتفضلوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من القاهرة ومن داخل مركز آفاق المستقبل للتعليم الابتدائي والمتوسط. هذه قائمة الشرف للطلاب الذين نالوا درجات عالية في عام 2020-2021. هذا المركز أسس في عام 2018. أسس هذا المركز ليعتني بالطلاب السودانيين المقيمين في مدينة القاهرة في أنحاء متفرقة منها. يأتي الطلاب إلى هذا المركز في فترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. هذا المركز يسع 160 طالب، وكما ترون فهذا أحد الفصول. تحدثت مع الأخ مدير المركز والذي سوف يتحدث بدوره بعد قليل عن هذا المركز. عدد من الطلاب نالوا درجات عليا ودخلوا إلى المرحلة الثانوية بجدارة وبنجاح، وبعض الطلاب امتحنوا إلى الشهادة السودانية ونالوا درجات أعلى
والتحقوا بأرقى الكليات الجامعية في مجالات مختلفة، في مقدماتها الطب والهندسة ونحو ذلك. هل لنا أن نلتقي مدير هذا المركز ليحدثنا عن تفاصيل هذا المركز؟ ونحن في مركز آفاق المستقبل يسرني أن أستضيف الدكتور إسماعيل عبد الهادي إمام، مدير ومؤسس هذا المركز. تفضل دكتور. مرحب بك الأخ الأستاذ الإعلامي الطيب رحمك ريمات، وأنا سعيد إنه تتكبد المشاق وتصلنا في مركز آفاق المستقبل. مركز آفاق المستقبل للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي أسس في العام 2018، والهدف الأساسي من تأسيس المركز هو تقليل الفاقد التربوي والتسرب بالذات في جمهورية مصر. معظم الطلاب السودانيين نتيجة الظروف اللي بتقابلهم في جمهورية مصر بيتسربوا من المدارس. تقصد يا دكتور الطلاب السودانيين المقيمين مع أسرهم في مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية؟ نعم، هم مقيمين مع أسرهم، وأصلا في أسباب ودواعي خلتهم يجوا مصر، ومعظم الطلاب ديل هم لاجئين، عشان كده عايشين في ظروف استثنائية، وعدم وجود الوالد والوالدة وتشتتهم في سبل كسب العيش، ما في رعاية ولا عناية ولا متابعة بالنسبة للطلاب ديل، عشان كده تركوا مقاعد الدراسة وتسرعوا. لذلك أقيم هذا المركز ليعتني بهذه الفئة من المجتمع السوداني المقيم في جمهورية مصر العربية. نعم، فمن الأنشطة المصاحبة للتعليم الأكاديمي عملنا قسم للموسيقى، حتى أنه الطلاب نديهم دفعة معنوية ونرقبهم في مسألة الدراسة ومسألة الموسيقى، ونلقى لهم مغر ومستقر يحفظهم، ولما يلقوا نفسهم في تعليم الموسيقى هم ماشيين في الاتجاه الصحيح بيلتفتوا مرة أخرى تاني للتعليم. نعم، ودي نحن نجحنا فيها كثير جدا جدا، وخلينا الطلاب ديل في جزء كبير. طيب، وأيضا التدريب. أظنك يا دكتور مهتم بالفن التشكيلي. نعم، في مجال الفنون التشكيلية كذلك، في هذا الإطار نحن دربنا مجموعة من الطلاب وخشوا في منافسة على مستوى جمهورية مصر العربية، وعندنا طالبة جابت المرتبة الأولى في الفنون التشكيلية في العام 2019 على مستوى جمهورية مصر العربية. على مستوى جمهورية مصر العربية، هذا إنجاز كبير يحسب لكم ويحسب أيضا للمركز. أكاديميا أين الطلاب الذين تخرجوا من هذا المركز؟ في العام 2018 ودي التجربة الأولى، نحن يعني دخلنا على مستوى جامعات مصر 17 طالب في الجامعات المختلفة، في كلية الطب والهندسة والعلوم، وعندنا طالب متميز جدا الآن تخصصه في علم الفلك في الجامعات المصرية. في الجامعات المصرية، ما شاء الله، هذا إنجاز يعتبر كبير جدا. طيب، ننتقل إلى محور أساسي وضروري، من وين بيجيكم الدعومات لإدارة المركز؟ لأنه بيكون عليكم إيجار مكان، بيكون عليكم مدرسين، مرتبات، محتاجين لكتب، لمواد كثيرة جدا تحتاجها في اليوم الدراسة. هو المركز لولا وجود معلمين مخلصين حابين لمصلحة أبنائهم لما كان المركز. وحقيقة في المركز 16 معلم. نعم.
ديل كلهم في الفترة بتاعة التأسيس مدة عام كانوا فولنتير، كلهم كانوا متبرعين، كانوا متبرعين يعملوا بدون مقابل، كانوا متبرعين يعملوا بدون مقابل. وفي العام الثاني كذلك هم بيساهموا بما عندهم من إمكانيات ذاتية في أعمارهم الأخرى بدعم المركز ده، عشان الإيجار، عشان المركز ده يكون ثابت ومستقر. ولا زال النهج ده مستمر حتى الآن. نحن في الحقيقة مصرين ومصممين على أنه نحن نسير في هذه المسيرة. نعم. وحاولنا في الإطلالة بتاعتنا دي أن نعكس الأدوار اللي قام بها يعني جزء من المعلمين المخلصين من أجل تعليم الأجيال. ونحن ما بنتكلم لكن بنلفت يعني أنظار الناس للمركز ده، وبنوري على أنه فعلا المركز ده هو محتاج، ومحتاج لدعم الخيرين ورجال البر والناس اللي بيروا أنه فعلا النهج اللي نحن شغالين فيه ده بيستحق على أنه هم يساهموا فيه. طيب دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي هو التمويل واستمرار المركز وحتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل. من هنا أنا بدون صوتي إلى صوتك، وبالتالي نشوف الناس الممكن يصلهم هذا الفيديو أينما كانوا أن يتصلوا بنا، وبالتالي نحن على تواصل بالأخ الدكتور إسماعيل عبد الهادي في القاهرة، ونحن يدنا مع يده حتى نستطيع أن نقدم للسودانيين في الملاجئ في جمهورية مصر العربية ما يدعمهم ويعلمهم ويعدهم للمستقبل. لذلك كان مركز آفاق المستقبل، وأنا سعدت بهذا اللقاء. أشكرك أخي الدكتور إسماعيل عبد الهادي، وحتما يكون لنا لقاء آخر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، وأنا بشكرك الشكر الجزيل، والإطلالة دي إطلالة طيبة، وأنا سعيد جدا جدا بمقابلتك دي. وبوجه في الأخير رسالة لكل أهل البر والخير والداعمين بغض النظر عن الدين والجنس واللون والجغرافيا، إنه يقيفوا موقف إنساني مع مركز آفاق المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن لازلنا في داخل مركز آفاق المستقبل نلتقي أحد الأساتذة الذين وقفوا وكانوا من المؤسسين لهذا المركز. تفضل عرفنا بنفسك ومن ثم ننطلق الحديث. تفضل. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بشكرك الشكر الجزيل إنك أنت يعني جيت عشان تفقد المركز وتقعد معنا. أنا اسمي أحمد دقيق عمر. أحمد دقيق عمر، أنا من المؤسسين للمركز يعني من العام 2018. أنت خريج كلية التربية قسم الجغرافيا والتاريخ جامعة الجزيرة. يعني أنت جيت في المكان المناسب. بالضبط كده. طيب كلمنا عن المشاكل اللي بتواجهك وانت مدرس في الفصل، شنو كنموذج مشكلة مشكلتين ثلاثة مشاكل؟ والله المشاكل يمكن يعني معظم المشاكل يمكن تتعلق بالبيئة بتاعت المدرسة. أول حاجة مثلا الفصل بيكون أحيانا يعني محتاج مثلا بعض يعني مثلا تهوية وكده، والطلاب طبعا بطبيعتهم هم يعني زي ما احنا عارفين البيئه هنا صعبه، فهم برضه احيانا بالتحديد انه بيكون سلوكهم في بعض الفصول. الفصول بتاعتك انا شفت حجم صغيره في الحجم. تمام. فهل كم طالب بيكون في الفصل الواحد؟ والله في يعني فصل مثلا فيه 20، في فصول فيها 15 على حسب. بعد معنى كده الفصول مكتظه يعني في الفصل، يعني احنا بنفط الفصل مثلا الطلاب حسب الفصل. الفصل لو كبير بنفط عدد كبير، فالفصل لو كان ضيق بنقلل العدد. طيب ده بالنسبة لعدد الطلاب. فيما يتعلق بالمنهج، المنهج احنا طبعا بندرس المنهج السوداني زي ما هو بكل تفاصيله، بس المنهج يمكن يعني زمان كان في منظمات بتدعم المنهج، بتجيب الكتب للطلاب، ولكن المنظمات دي يمكن لسه حاليا وقفت، فيمكن دي مشكلة او تحدي يمكن يضاف للتحديات اللي فاتت.
انه يعني على الطاقه يعني المدرسه هي بيبقى عليها العيب انها تقوم تصور او تقوم تطبع المنهج، يمكن دي حاجه من التحديات، يمكن تضاف تحديات ثانيه. فالمنهج الان المدرسه هي بتقع على عاتقها انها تقوم، والمدرسه ما عندها امكانيات عشان توفر الكتاب او توفر الكتاب المطبوع في المدرسه. طبعا ما في امكانيات تخلينا نعمل حاجه دي، لكن بنحاول احيانا بقدر الموجود انه مثلا اشارك كم طالب مثلا في كتاب لانه ده المتاح. طيب المصادر حقتك بتاع التعليم غير الكتاب عندك شنو؟ والله عندك اجهزه بتاعت كمبيوتر في المدرسه؟ للاسف انه ما في في جهاز كمبيوتر واحد، فحتى وانا يمكن عندي اللابتوب بتاعي خاص مرات مثلا ندرس خصوصا يعني. ونحن في العصر بتاع التكنولوجيا والعصر بتاع اللابتوب والعصر بتاع الايباد والانترنت، الطلاب اللي عندك في الفصل ما عندهم اكسس للانترنت بشكل مباشر، ما عندهم معمل بتاع كمبيوتر عشان يصلوا للمعلومه، ما في الحاجات دي، ما في لكنها قدام ان شاء الله يعني بتوفر. يعني مكتفين بالكتاب؟ الكتاب بس يعني، رغم انه مكتفين بالكتاب الا انه اكاديميا مميزين. طبعا يمكن دي حاجه بتميز برضو المركز، انه يعني زي ما ذكرت قبل شويه انه دخلنا مجموعه من الطلاب في الجامعات المصريه المختلفه في اكثر يعني في تخصصات يعني كويسه جدا، رغم انه بتواجه تحديات لكن قدرنا نتخطى الحاجات دي ونمشي ان شاء الله. لكن نتمنى انه في مثلا يعني دعم بطريقه او باخرى انه على الاقل يوفر الحاجات الاساسيه، يكون في مثلا لاب بتاع كمبيوتر بثلاث سنوات مثلا نخليهم يواكبوا العصر، وكذلك مثلا لو في واي فاي، فالحاجات الاساسيه اللي بحتاجها اي طالب في الدنيا يعني. يعني نحن عايزين يمكن الخص الكلام بتاعك، الفصول صغيره، يا ريت لو قدرنا ننتقل مثلا الى يعني مركز يكون فيه مساحات اكبر في الفصول حتى انه يسع الطلاب على افضل ما يكون، لانه البيئه بتاعت الفصل مهمه وضروريه، مساله الكتاب، مساله الاشياء الحديثه، التكنولوجيا والكمبيوتر وما الى ذلك، هذه الاشياء متوفره. انا بضم صوتي لصوتك، ومن هنا اناشد الجهات المعنيه بالتعليم أن تدعم مركز آفاق المستقبل. كما ذكرت من قبل، فمركز آفاق المستقبل أنا على تواصل مع الإدارة، ومن يريد أن يتواصل معهم له أن يتصل، وبالتالي لنا أن نوصله بإدارة المركز. شكرا جزيلا. مشكور. شكرا. شكرا. شكرا.